خلق نكير الإنذار وأعلن حراس الأبواب عن رؤيتهم لجواد جامح في الشعاب. طلب رئيس الحراس الخروج من الأبواب وملاحقة الجواد ومعرفة الأسباب. ولما اقتربوا منه وجدوا على ظهره مصاب حارس أميرة القلوب والألباب. هو حارس أميرة القلوب والألباب مصاب في كتفه بضربة من إحدى الحراب. نزعوا عنه السيف والغمد والجراب واستدعوا الطبيب ليداويه بالأعشاب. أبلغوا الأمير عثمان بما حدث للحارس غلاب. أسرع الأمير إليه باحثا عن الجواب. لك الحارس وقال بكى الحارس وقال مسار القافلة كان بحساب. وما أن اقتربنا من الشعاب لاحظت حركة مريبة بين أوراق الإبلاق. سرت بجوادي إلى جانب أميرة الألباب فرأيت العشرة يصلي